بعاني كل سنه، بعاني كل ست شهور. احنا اليوم واقفين امام مديريه ساحه بيت لحم كاهالي اطفال مرضى البي كي يو. مرضى البي كي يو هو مرض وراثي في الكيتونيوريا. الطفل مريض البي كي يو لازم ياخذ حليب خاص خالي من نوع بروتين. اذا الطفل ما اخذ الحليب راح يتعرض لمضاعفات عقليه وجسديه غير رجعه فيها لا رجعه فيها. وزاره الصحه هي المسؤوله عن توفير هذا الحليب، غير متوفر باي صيدليات، حليب غالي توفره وزاره الصحه. للاسف الشديد من بدايه الكورونا وزاره الصحه غيرت الحليب لنوع حليب غير مقبول لاطفالنا، سيء الطعم، صار له طريق انتهاء واتلف في مخازنهم لان اطفالنا مش قبلانينه. يعني انا على مستوى ابني لما بجيب له الحليب الجديد هذا الفينكس اللي من الصحه بحكي لي اقتل حالي ولا ابكي من الحليب. يعني ابني صار يهددني بالقتل، صار يحمل اذى حاده ويصير يهدد فيه انه بقتل حالي وابعد الحليب. اللي انا تقريبا سنه ونص لسنتين ما اخذتش حليب من الصحه عن طريق جمعيتنا، يجيها دعم لما بيكون مش موجود بنشتريه على حسابنا الخاص. الحليب متوفر عندنا، مش متوفر بس تفادل من وزاره الصحه انه بينزلوا على العطاءات الاقل سعر. هذا اللي احنا تواجد لنا لانه صاروا همهم الكورونا وموضوع الكورونا. الخوف طبعا بصير اعقد هني عند الاطفال، لانه بالك اللي عنده طفلين مش طفل. عقد هنيه بتحصل اذا ما اخذ الحليب الكافي، اذا ما اخذ الكميه الكافيه، نوع الحليب اذا حب الطفل او ما حب الطفل. كله هذا بترتب على وزاره الصحه، احنا طلبنا ورفعنا كتب كثير للشيء هذا، ما واحد يتفاعل معنا ابدا. اجينا على مدير الصحه حكى ان نرفع كتب، ان سنين نرفع في الكتب هاي. ما حداش متفاعل معنا، بحكوا لنا روحوا على رام الله، طب انتم مش كوزاره وكصحه بيت لحم تقدروا توصلوا الشيء هذا؟ مش تقدر احنا نطلع، احنا كاهالي عندنا اطفال، مثلا ما بنقدرش نترككم في البيت ونطلع. انتوا بتقدروش توصلوا الاشي هذا كله؟ يعني بس ابني يضرب عقله مثلا، يصير عنده اعاقه ذهنيه، شو بدي استفيد مثلا؟ شو بدي استفيد؟ بنتي لما يصير عندها مشكله مثلا في الامعاء عندها في الاعضاء، شو بدي استفيد منهم؟ رقم 2 اعطوني اياه طبعا مش مليمها، مره مش مليمها.